ساكنه ديال المركز الفلاحي واحد السوالم. هذا المركز تنشا واحد عدد ديال السنوات، ولكن في 87 كان جينا لهنا، خدينا سميتو، عطاونا السكن اداري، سكن اداري دخلنا ليه في 87. جينا دخلنا هنا ما كان لا ضو لا ما كاين، ولكن حتى السكن ما كاينش، وما كاينش لا لين ديال 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 الضو ما كانتش مده ديال 4 سنين ونص ولا 5 سنين، وحنا ساكنين في الديور بلا ضو بلا والو. حتى عندنا معانا في المركز التعاونيه 3 مارس ديال جمع الحليب، هي اللي خدات الترخيص من عند وزاره الفلاحه باش تدخل هي الكهرباء الضو عن طريق محول ديالهم اللي يشروا بنفسهم، ونفس الديور حتى هما خداو معاهم سميتو، خداو الضو بترخيص من وزاره الفلاحيه، من وزاره الفلاحه، يعني فيها الديور ديال الخدامه اللي كاينين الموظفين، وفيها البيرو وفيها التعاونيه. من هذاك الوقت يعني ملي خدينا الضو، خدينا داروا لنا جوج ديال سميتو، جوج ديال لي كونتور عدادين، جوج، واحد خاص بالتعاونيه، واحد المسألة الديور والبيرو، المكتب ديال وزاره الفلاحه. وكل دار دايرين الكونترا ديالهم، الكونتور ديالهم، وكيخلصوا الاستهلاك الشهري كل لوينو كل 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 محل. هذه من 87، من 92، هادشي الى يومنا، الى هاد النهار هذا. مؤخرا التعاونيه وقع عندها مشكل، دارت فايت بات تسد، يعني ما بقوش خدامين، تعرف مع، وهي جات وسط سميتو وسط الفيلاج، ولات مدينه، ما بقاتش فيلاج، لقيت كانت فلاحي، وكانت هذوك الفلاحه هما اللي كيجيبوا الحليب، ما بقاوش فلاحه هنا في لي زونفيرون ديال السوالم. سدت، ملي سدت هي لحقاش عندها المحول هي اللي شاريه، صح، المكتب الوطني للكهرباء قال لك ودي انتم ما نعرفوكمش، ثم عندكم التعاونيه اللي عاطيكم سميتو تراكم. المهم هي ما تلاش باش ما عندهاش باش تخلص، حيت ما بقاتش خدامه، بقاو كيسالوها الفلوس. خلصنا واحد المده، وحنا عاوناها، خلصنا شويه خلصنا، ولكن تقهرنا حتى حنا. سدوا قطعوا الضو، خلونا بلا ضو مده ديال شهرين هذه ولا ما يزيد، وحنا بلا ضو. وتعرف كاين الناس كلهم، راه كاين اللي مريض، كاين عنده ولدو مريض، كاين اللي عنده امه مريضه، كاين اللي عنده سميتو، راكم عارفين المشكل ديال الضو اللي كان خاص في الدار، راه ما كاين والو، كاينه حتى وحده ما كاينه. وقطعوا لنا الضو، ما بقاش عندنا، ما بقوش يعطيونا الضو، قال لك خاصكم ترخيص من الفلاحه ولا من هذا، عادي يعطيونا هما الضو. مع العلم ان سميتو ان كل سكن عنده الكونترا ديالو، عنده العداد ديالو، وكل سكن تتخلص لوينوه في سميتو الاستهلاك الشهري، كل دار كتخلص، كل ساكن كيخلص الاستهلاك ديالو الشهري، يعني عداد ودير كونترا مع لوينوه، دير مع كونترا وهي اللي كتخلص، ما كنخلصوش حنا تعاونيه، حنا معاه هو مشاركين معاه، لحقاش عندنا الكونترا، عندنا بالرقم ديالها، بالمسائل ديالها، بكل شيء لها، يعني الاستهلاك ديالو كنخلصوه حنا شهريا. حنا هاد الرساله كمتقاعدين تاع المركز الفلاحي تنوجهها للمسؤولين، وعلى راسهم اولا باشا المدينه تحت سوالم، وسعاده العامل اقليم برشي، لان هاد الموظفين دوزوا شبابهم كلهم في خدمه الفلاح، في خدمه الفلاحه، تحت قياده صاحب جلاله الله ينصره. ولهذا هاد المتقاعدين اخر ايامهم غادي يعيشوا في الظلام، وحنا اول منطقه كان عندها الضوء هو المركز الفلاحي، دابا راه ولات مدينه هنا بالسلامه، وحنا كل واحد عنده الكونتور تاعو، وحنا تنخلصوا شهريا. مشينا لعند الناس المسؤولين تاع لوينه، قلنا لهم خذوا هذاك المركز اللي تيعطي الضو، خذوه وحنا تنخلصوا، وهما ما بغاوش ياخذوه، حنا تنخلصوا شهريا. ولهذا ما خصش المواطنين يضيعوا في اخر ايامهم، حنا مواطنين خدمنا، قضينا حياتنا في الميدان الفلاحي، ونعم علينا سيدنا بالأوسمة الملكية الحمد لله، خرجنا كما تقول الصفحة بيضاء نقية الحمد لله. ولهذا حنا تنناسدوا الجميع، تنناسدوا السلطات المحلية والسلطات الإقليمية باش يدخلوا في هذه القضية تاع الضو، حنا تنخلصوا شهريا، حنا تنطالبوا بحقنا الشرعي، الضوء كان عندنا قطعوه لنا، واش مدة تاع 30 سنة عندنا الضوء يجي يقطعوا لنا دابا؟ ما فهمناش. وملي مشينا عند المسؤول تاع لوينو تاع حد سوالم، قال لك لا
ما قطعناش لكم نتوما، لا قطعتي اعطيني ورقه، ما بغيتش يعطيني حتى ورقه تاع تاع قطع. حنا عندنا كونتور فردي، كل واحد عنده كونتور تاعو فردي، حنا تنخلصوا. لا عنده مشكل مع التعاونيه، الله يعاوننا ويعاونهم مع التعاونيه، كحنا كمواطنين احرار كل واحد عنده الكونتور تاعو، كل واحد يخلص. وحنا تنقولوا شعارنا الله الوطن الملك والحق تاعنا ما يضيعش، ما حد السد العاليه بالله كاينه. غنزيد غير واحد الاضافه بان حنا راسلنا المدير الجهوي ديال الاستشاره الفلاحيه اللي كاين في الجديده ورفض يتسلم الرساله اللي صيفطنا ليه باش تخص الرخصه ديال باش نتزودوا بالكهرباء من الشبكه الوطنيه، وعاود راسلناه مره اخرى ورفض باش يسلمنا. وهذوك الديور الديور ديال السكن اداري من المفروض خاصو يعطينا رخصه. الا كنتي غير كاري دار عند واحد خاص وبغيتي الضو، الدوره ماشي ان بريفيليج، الدوره حق مشروع، وكل واحد خاصو ياخذ حقه في هذا في هذا في هذا باش ياخذ هذه الماده الحيويه الحيويه اللي كلشي الناس راه تنصيبوا الناس في راس جبل واحد وتيعطيوه. والناس عندنا حنا مراد هنايا، كاين الناس اللي تيديروا تنفس صناعي، كاين الناس اللي عندهم لاتشيلين، كاين وما بدون اشعار مسبق جاو قطعوا الضو وخلونا في واحد الحاله اللي ما هي شيء. حنا سبعه ديور وكل الداره فيها تقريبا واحد الربعه، المعدل ديال ربعه الابناء من غير الزوجه ومن غير الناس اللي جالسين معاهم. وكل دار عندها كونتور ديالها، تيخلصوا شهريا ما تتصل حتى شي حاجه. والدراري عندنا دابا راه تيقراو على الشماع، وواحد الحاله ما كاين ما نقول لك، لا ثلاجه لا ضو لا حتى شي حاجه.